بيكم من جديد. يعني في مقوله بتقول يا كفر يا وتر، ونحن انتهينا من الوتر، كنا ليله شغالين وتر عن الفنان الكبير العظيم ابراهيم عوض، وخاشين على الكفر مع الزميل هشام عز الدين محلل الرياضي. لكن قبل ما نمشي للرياضه والفوز العظيم اللي حققه الهلال بالامس على النجم الساحلي، دار ازل هشام. هشام اول حاجه صباح الخير. صباح النور محتصم، وصباح الخير لكل المشاهدين، صباح الخير لكل الاسر الرياضيه، وصباح الخير للاسر الهلاليه بصفه خاصه. بصفه خاصه. وانت لا لابس ازرق وانا لابس ازرق. ايوه كيف. طيب يا هشام، نحن قبل نمشي للهلال اللي ازعدنا بالامس، والله يعني برضه بس اديني فرصه انه في الوتر لازم اديك الوتر. الوتر انا اتكلم عنه اكثر. انا داير اتكلم في نقطه مهمه. الليله كان معانا احنا صباح الاحد بيكون دائما عندنا واحد من الفنانين الكبار العظام، ابراهيم عواض، عثمان حسين، احمد الجابري، يعني زميلنا انس بيجتهد ويعني بيجمل الصباح. صحيح. وانت يعني انا عارفك بتحب الحاجات القديمه، يعني حتى النغمه بتاعتك ولاد حاج الماحي، وفي كثير من الاشياء انا من الناس، انا زول قديم جدا باحساسي طبعا ما بعمري، بحب الحاجات القديمه. يعني لما اضرب لك مثلا وجيني نغمتك ولاد حاج الماحي بستمتع، اقول ان شاء الله هشام ما يرد هسه يخليها تستمر شويه. داير اعرف علاقتك بالفن يا هشام، انا عارف علاقتك بالرياضه عظيمه وكبيره، علاقتك بالفن شنو؟ يعني بداية مفاجأة، لكن طبعا يعني اكيد مزاجي هيكون في الفن وفي الغنى وفي زي مزاج جميع اهل السودان. نعم. كلهم بيحبوا الفن، بيحبوا المديح. الشكل الوسطي للمزاج والثقافة الوسطية ايا كانت. اكيد يعني بستمع ل العدد من الفنانين وعدد من الاغنيات. انا دائما بقول حاجه، انه الاغنيات انت حكايه انه زول يكون عنده فنان مفضل دي قد ما بتكون، ممكن يكون عندك اغنيات مفضله. نعم. من فنانين مدعمين. ايوه، والاغنيه عندها ارتباط بالذاكره. انا العطر والاغنيه. نعم. دي ممكن ترجعك 30 سنه لورا. نعم. و20 سنه لورا وكده. سليم. ايوه، يعني فبالتالي ذي الحاجتين يعني فيهم شكل يعني من معجزات، او تقول انه فيهم حاجات انت ما بتقدر تعرف ليها شكل منطقي، هي اللي بتحركك بالضبط. يعني نعم. يعني نعم. الفكره ما حكايه انه يا اخي انا اسمع لفنان على المطلق. لا، الفكره انه يا اخي انت تكون عندك اغنيات مرتبطه باحداث معينه، بذكريات معينه انت بتسترجعها وبتعرفها، حتى لو وجدانيات. حتى وجدانيات، يعني هسه في بعض الاغنيات انت بترجعك وبتذكرك ناس كانوا ممكن يكون رحلوا، وتذكرك حبوبتك، وتذكرك جدك، وتذكرك لما الناس في البيت وكده، وتذكرك الناس كانوا ملمومين حول الرادي وكده. يا هشام، يعني الكلمه اللي انت قلتها دي، انا المره اللي فاتت كنت بتكلم هنا قلت لهم والله يعني في اشياء ذكرتني الاعلان بتاع اسبرو الزمان. بالضبط. واندروس. يعني انت بتكون جاري في الشارع، انا في كلمه معينه هنا خلتني حتى لما قطعوا علي انا كنت شارد، تذكرت لما بيرسلوك الدكان انت حفيان جاري. صح صح. بتسمع صح. بالحيطه بتاعت الجيران. ايوه ايوه. الفنان. أيوة. او تمشي تجلس. أيوة. الدكان قاعد وخدت الراديو. بالمناسبه الحاجات دي كونت زائغه وجدان كثير من اهل السودان. فعلا سليم. حفظنا من الحاجات دي. بالضبط بالضبط. يعني هسه اي زول ممكن يكون متذكر اغنيات، متذكر مسلسلات. نعم. متذكر لما تم مسلسل حق الساعه 8. آه. يعني حاجات كده. حاجات جميله. عالم الرياض الساعه 2:30. تعرف يا هشام. دي يعني حاجات جميلة. اي لكن في تكون في حاجة ثانية. التحية طبعا للفنان الزري ابراهيم عوض. لا لا بد. وابراهيم عوض ده يعني فنان كبير جدا، وانا بس عندي مناشدة بسيطة جدا. يا اخي ابراهيم عوض ده رمز للسودان عموما. صحيح. ورمز لمدينة ام درمان. صحيح. على وجه الخصوص. صح. اتمنى انه يا اخي يطلقوا اسم ابراهيم عوض على احد الشوارع الرئيسية. يستحق. تمام. وامشي معاك لقدام، انا اتمنى برضو انه وردي يتم تخليد اسمه بانه. نعم. يتم اطلاقه على مسرح من المسارح. نعم. السودانيه. نعم. والله بيستحيل. يعني هسه الحفله اللي كانت في اللي كانت في السعوديه. نعم. في ولمس محمد الامين وحسين الصادق كانت وناسي. في مسرح اسمه مسرح ابو بكر السالم. ابو بكر السالم فنان كبير. ابو بكر السالم ابو بكر فنان يمني كبير. كيف فنان وتم كبير. تقليده باطلاق اسمه. نعم. على المسرح. اكبر من اكبر المسارح في مدينه الرياض. نعم. نحن بنحييه وبنحيي ذكرى الرحل وربنا يرحمه ويغفر له، وادوار كبيره. نمشي يا هشام من الوتر للكفر. الهلال بالامس الكفر كان رهيب. كان جميل. آه. يعني امس الهلال يعني يكفي انه هو خلط كل اوراق المجموعه. والله الليله احنا سعيدين جدا. نعم. انه في عدد من الاخبار اللي ممكن تكون ما مفرحة. كانت ايوه ما كانت. يعني الهلال ظهر يعني وقت الناس كلها منتظره انه الدعم اترفع وما اترفع وكذا، جاء الخبر السعيد من رادس. نعم. انه الهلال حقق الانتصار المراد وحقق. الانتصار بهدف، ونتيجه ما في زور يعني
الهلال ايوه يعني ما في زول متوقعها، لكن شخصيه الهلال شخصيته كانت ظاهره، شخصيه البطل يعني ممكن تتاخر لكن بتجي في النهايه. نعم الهلال في المواعيد الكبيره بيسهر بالمنطقه، الكوره دي في الحسابات ورقه وقلم، النجم منتهي من المباراه دي وفايز بها. نعم لكن شخصيه البطل انت من الفريق الكبير بيسهر لك في الاوقات الزي دي في المواعيد الزي دي. نعم الهلال نظريا ما في اضعف، نظريا في الوقت ده، في الوقت ده اضعف ما في اضعف من كده صح، لكن لانه فريق كبير. نعم. الفريق الكبير بيسهر في الاوقات زي دي. الهلال امس قدم مباراه للتاريخ، قدم مباراه هتكون عالقه بذاكره اجيال واجيال واجيال. الهلال جاء من الخلف تماما، والخيل الاصيله بتجي في اللفه. نعم. في اللفه الحقيقيه مع اقوى فريق برضو على الورق النجم الساحلي، النجم الساحلي محقق 6 نقاط، كان لو فاز على الهلال هيحقق 9 نقاط، هيكون مضى بالضبط مشى باقي له ايوه شيء بسيط تمام، لكن الهلال كان في الموعد. الهلال قدر يلم نفسه بشكل كويس، الهلال في الممتاز ما كان يعني بصعوبه بيفوز، الشكل تغيير المدربين اللي تكلمنا عنه. نعم. برضو ما بسيط. كان ايوه لكن استعاد. تحيه برضو لحماده صدقي بالمناسبه. نعم. صح دي اول مباراه ما بتقدر تحكم على المدرب، نعم. لكن المدرب يعني شنو من شكل التكتيك حقه وشكل اتخاذه للقرار السريع بانه يسحب فارس وانه يخلي بوي ما في الطرف ويرجع عمار الدمازين ويخلي يعني يظهر ابو عاقله بشكل كبير ده ويجيب بشة، نعم يعني ده مدرب اتخذ قرارات سريعه جدا في خلال اسبوع. نعم. فبالتالي ده مدرب من الواضح عنده فهم يعني تكتيكي مميز. نعم. الكرة أدارة بطريقة فيها نوع من الخبص والدهاء الكروي رهيب. نعم. اشتغل في الشوط الأول إنه قفل الكرة بشكل كويس. الهلال ما عنده هجمات كثيرة. نعم. لو تابعت أمس. نعم. قدر يعمل أيوة قدر يعمل يتعامل بالدهاء حق شمال إفريقيا. نعم. في همم كويس، قدر إنه برضو يجهز الهمم للاعب الهلال و في النهاية جات هجمة في الدقيقة 67 اعتقد، الهلال جاب جون قفل عليه، اخذ اهم حاجة الثلاث نقاط. نعم ده المطلوب. الثلاث نقاط انا اقول لك بشكل واضح الان الهلال اغرب فريق للتأهل للمربع للمجموعات القادمة. نعم. للمرحلة نعم. القادمة. نعم. هو الاغرب. هو الاغرب. ايوه. نعم. يعني عنده مباراة في السود، المباراة اللي حقت يوم 10 نعم. يناير لو فاز فيها على النجم الهلال قطع المسافة كبيرة. وصل نعم. وصل. نعم. والهلال كان شنو؟ لحد الجولة اللي فاتت حظوظه ماشيه تقل وكده وكده وكده. نعم. لكن برضه نعم. يعني تحيه لزول ممكن حاجه واحده بس اتكلم فيها. اتكلم عن اطهر الطاهر. نعم. اطهر ده يعني من اكثر الناس ممكن يكونوا تعرضوا لحملات كبيره جدا عشان انه لمستواه ممكن يكون ما جيد وكده. اطهر من نوعيه اللعيبه ما عندهم مهارات شديده. نعم. يعني ما لاعب ماهر، ما لاعب ما عنده مقومات النجوميه وانه يبقى ستار او يبقى محبوب جماهير او كده، لكن يحسب لاطهر انه مجتهد جدا ولكل مجتهد نصيب. نعم. اطهر يعني تعرض لحملات في الفتره اللي فاتت كبيره جدا اعلاميه. الليله اطهر انغز او جاب الفرح للهلال وفاز واطهر ده بالمناسبه نفعه انه كان مسجل تحت السن او في ايوه سن يعني زمن طويل زمن طويل يعني دائما هو يكون شنو دائما انا بقرا في لعيبه كده يعني كل ما يكون في تسجيلات جاي يقول لك ابرز المرشحين للشط اطهر ما اعرف منه كده وكده 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 حتى كان في دور كلام انه حيمشي احتمال المريخ يمشي ايوه يلا يلا لاعب يعني انا فرحان جدا باضافه لفوز الهلال فرحان لاطهر الطاهر شخصيا يعني. طيب احنا في نقطه مهمه جدا ده نتكلم عن الادوار، انت تكلمت عن حماده صدقي رغم انه يعني الزمن غير كافي وضيق، لكن شخصيه المدرب وتاثيراته على نتيجه المباراه ضروري جدا نتكلم عن النقطه دي. طبعا شخصيه المدرب بتلعب دور كبير في في نوعيه مدربين بالمناسبه وانت معتصم تكون عارف في ناس في مدربين كبار جدا لكن بخافوا من المباراه سليم في يعني بيدخلوا يعني هم بيكونوا مدربين شطار جدا المباراه بتروح منهم في نص بخافوا في واحدين بيزيدوا التوتر للاعبين قبل المباريات في واحدين باردين يعني اي مدرب عنده شخصيه في واحدين بيشتغلوا على الحماس صح. يعني زي سيموني مثلا رغم كده بيشتغل على الحماس على انه كده ابراهيم هنا فوز المرضي وقت كاب مدرب بيشتغلوا على الحماس اكثر من التاكتيك كده امس حماده صدقي لحد كبير اشتغل على الاثنين اشتغل على انه زي ما قلت لك انه يلم الفريق ده
انه يجعله يعني مؤمن بحظوظه انه يجعل المباراه غير مستحيله للاعبين، اللاعبين دول لاعبين بدوافع كثير، لاعبين بحماس كان واضح جدا، فبالتالي هو اكيد اشتغل على الجانب النفسي ده بشكل كبير. اثنين، المدرب وضح عنده امكانيات تكتيكيه ممتازه. دهاء ومكر. ايوه. كويس؟ يعني جمد الكوره في وقعات كثير انت بتلاحظ انه يا اخي في شغل حق انه يموت لك الكوره زي بلغه الكوره يعني انه يخلي المباراه بارده ميتة. او ميته او تشتغل على جزيئات صغيره كده، تشوف الكوره كده حايمه في النص. نعم. ما في الفريق صاحب الارض ما قادر يخبط طيب ما قادر يسمع ايوه ما قادر يعمل. نعم. هجمات ما قادر ده كله بتحس انه هنا في مدرب شغل ايوه عنده تكتيك مميز. نعم. اتمنى انه يا اخي حماده صدق الان حقق نقطه او عمل مؤشر جيد انه مدرب ممتاز، الناس تدي مهما كان ايوه تدي زمنه، وما نحاول يا اخي قلق تغيير المدربين ده مو يعني سيء جدا بالمناسبه. مشكله حقيقيه. ايوه خاصه. طيب حماده صدق تكلمت عنه كلام ايجابي ومنطقي، طيب رايك شنو الهلال حيلعب مع الاهلي؟ وحماده خبير بالكره المصريه وخاصه بالاهلي. ايوه انا اتمنى يعني انا حاسس انه كره عندي يعني كده انه كره الاهلي دي هتكون كوره الهلال هيكون حسم الصعود كده وقت ما يلاقي الاهلي. ده احساسك؟ ده احساسي. لكن اذا جينا احنا اكيد هيتعامل مع الاهلي بنفس طريقه تعامله مع النجم الساحلي. نفس الطريقه حقت الكوره الشمال افريقيا اللي بتعتمد على انك تقسم المباراه لجزيئات صغيره تشتغل على كده. بالمناسبه الهلال يعني لحد كبير تجاوز عقده الفرق المصريه تحديدا. نعم. يعني ما يعني بيقدر يتعامل معاه تحديدا داخل السودان. يعني وبرضه النجم الساحلي المباراه ما هتكون سهله بالمناسبه، المباراه الجايه اللي هي يوم 10 مع النجم، لكن الهلال هو الاقرب لانه للفوز، لانه الجمهور بالارض باحساس استاد الهلال بالمعنويات اللي حصلت دي. نعم. الفوز كان في وقته تماما وهيفيد الهلال، وانا اقول لك بنسبه 90% الهلال متاهل ان شاء الله. طيب. في نفس المجموعه الاهلي المصري هزم بلاتينيوم بهدفين، يعني دي برضه أيوة. في المجموعه. ايوه المباراه كانت في مصر. وليد سليمان رجع قدم مستوى كويس، قدر يجيب هدف في الدقيقه السابعه والدقيقه 67. الاهلي قادر يعني حاسس بيه انه مستواه ماشي يرتفع، النسخ حقه. الاهلي فريق كبير بيقدر برضه يتعامل مع نوعيه البطولات الزي دي. لكن البلاتينيوم من الواضح ان ماشيين البلاتينيوم يبقى حصلت المجموعه. نعم يبقى حصل. عشان كده انا بقول لك انه الهلال لازم يحسم مباراه النجم السهل عشان يطلع من الجيم ده، يعني ما يعتمد على مباراه بلاتينيوم لانه بلاتينيوم حيتهزم منهم كلهم. بالضبط. نعم. حصلت المجموعه. نعم. وبعدين انه بعد ذاك ما حيكون في قيمه لنقاطه، يعني لو كل الفرق فازت عليه. نعم ما في قيمه. نعم. طيب دي توقعاتك شنو للمجموعه دي؟ يعني المجموعه دي الاهلي والهلال والنجم، بلاتينيوم خارج. الهلال والاهلي. توقعات الهلال والاهلي. يس. نعم. طيب ننتقل من المجموعه ونمشي نشوف، تابعت الزمالك الفتره الاخيره؟ ايوه تابعت الزمالك. الزمالك في الدوري ما يعني ما طبعا انت زملكاوي صح؟ نعم. لكن يعني هسه الان في البطوله الافريقيه شويه احسن. نعم. من الدوري. الدوري الزمالك. نعم. برضه في من الفرق اللي عندها عناصر جيده لكن عندها سوء حظ كبير. ما بتعرف المشكله شنو يعني. نعم. الزمالك الموسم اللي فات قدم موسم جيد. كنا متوقعين ان الموسم ده يكون افضل، لكن برضه لحد هسه يعني مرتضى منصور لحد هسه شغال تغيير مدربين داخل في مشاكل. كهرباء مشى، كهرباء يا ما تعرف شنو. ما بيقدر يعيش في هدوء مرتضى منصور. نعم. اطلاقا من الكائنات ما بتعرف تعيش في هدوء. في هدوء. انا احب هذا الرجل جدا، وانا يعني هذه النوعيه انا ما انا احبها جدا مناسبه هشام. دارين نتكلم عن شويه الزمالك هشام برضو يعني. ايوه يعني هو من المدربين الممتازين تم ابعاده، يعني مشاكل. ايوه لانه مرتضى عاوز يتدخل في مرتضى منصور. نعم. عاوز يتدخل في كافه التفاصيل يعني. شخصي مزعج بالمناسبه يعني شخصي مزعج جدا مرتضى. نعم. منصور. لكن امس بالزمالك بعد ما تقدم بالهدف بالمناسبه مع زيسكو. زيسكو بعد سبعه ما قدر يحافظ على النتيجه. كان ممكن بشكل الكوره انا تابعتها الزمالك كان ممكن يطلع بالثلاث نقاط. نعم.
كان ممكن. طيب في هذه بتتوقع الزمالك يعني في المجموعه ما تنسى في مازيمبي. ايوه الزمالك يعني ممكن الزمالك ومازيمبي هم اقرب من ديسكو. هم الاقرب. آه. طيب يا هشام في عندنا مجموعه ثانيه، الرجاء المغربي يعني انتصر في المجموعه الرابعه وحقق الفوز على شبيبة الغبائل الجزائري بهدفين دون رد. مباراة كانت صعبة جدا. مباراة يعني ما يعني قوية للغاية. نعم. أنا يعني ما كان فيها أي درجة من التوقف. بتوريك يعني فرق يعني فرق. فرق شمال. أيوة لا 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 تحديدا الرجاء والشبيبة كانت مباراة قوية جدا. الشبيبة ضيع فرص كانت ممكن تقلب الطاولة على الرجاء. لكن الرجاء إلى حد كبير عنده اللاعبين عنده يعني يمتازوا بالنجاعة الهجومية انه ما لقوا فرص كثيرة ما لقوا هجمات كثيرة لكن وقت ما لقوا الهجمات دخلوها انتهوا من الجيم. نعم. الرجاء هيصعب الرجاء. طيب المجموعة الترجي يعني حاجة غريبة جدا، الترجي سقط تمام يعني في التعادل مع فيتا كلوب وكان في غريب تونس. ايوه في تونس وجماهير. نعم. وكده ومباراة شبه مضمونة كانت له. الترجي بشكل غريب جدا يتعادل ولكن طبعا حقق ريكورد ممتاز اللي ايه 18 مباراة ترجي لم يهزم 18 مباراة في البطولة الافريقية. نعم يعني ده رقم قياسي رقم 18. نعم. مباراة لم يهزم اطلاقا كبير جدا. ايوه نعم بيوريك انه الترجي يعني فريق اي فريق كبير يعني هو الترجي احتمال نفسيا متاثر بكاس العالم للانديه. للانديه. نعم. ايوه والهلال السعودي وكذا ما قدم فيه والمستوى المرجو اعتقد انه دي اثرت بصوره او باخرى على ظهوره مع فيتا كلوب. نعم. ليه هشام ليه نحن دائما فرق شمال افريقيا بتحس انه حتى الفريق لو يتهزم بتشعر انه في مؤسسيه في شغل يعني شنو اللي نحن يعني نحن انا بقول لك باختصار شديد الفرق حقت شمال افريقيا كان الاهلي كان الترجي كان الرجاء كان الوداد كان الزمالك فرق ذات تقاليد تقاليد راسخه. نعم. يعني فرق قديمة عريقة وعتيقة. نعم. ده الفرق بيننا باختصار شديد. نحن صح لكن إلى حد كبير ما بنهتم بالتقاليد المهمة يعني في الأندية في أنديتنا يعني بنتعامل مع المواضيع برضو بشكل فيه شكل من أشكال العاطفة والسبهللية والعشوائية ممكن. نعم ممكن ده عندها تأثير هاي العشوائية. نعم هي دي قلتها أنت. نعم يا هشام يعني من الحاجات المهمة دي اثر على اللاعب وعلى المشجع يعني انت حتى لو لاحظت في تشجيع نحن بنشجع 10 دقائق 5 دقائق وبعد شويه بنكون وقفنا. الناحيه النفسيه للشخصيه السودانيه ذاتها وهشاشتها انا افتكر عندها تاثير كبير جدا. ايوه ممكن. نعم يعني الحاله النفسيه برضو الشخص بيجي المباراه ما بيتعامل معاها يعني انها مباراه حقت كره قدم وتنتهي وكده بنحمل اكثر مما تحتمل في راسه والزول بيجي وبيكون اعصابه بايظه وكده وما قاعد يعني اصر هو ذاته بيكون يعني متوتر وعنده ثلاثه انفار في الحله يعني مراهينه منه بيغلب وما بيتغلب وخايف يخش البيت كيف كمان ما تنسى يعني الزول يعني شنو حس في الكوره قبال المباراه بتلقى الاستاد ده كله يشجع كله يعني نيران وامواج مكسيكيه وكده اول هجمه تجي تسمع الاستاد ده كله ما في اي سك انت عارف يا يعني هشام هجمه واحده من الفريق الخصم بتسكتوا شفت بعدك شنو بعدك الناس تتجه يا الله غير يا بعدك كورات كده ايوه انت عارف يا هشام ليه؟ المشجع للاعب هو في الميدان بعد شويه راسه يمشي البصل بكم والزيت بكم وعنده زول عيان والمرتب ما صرفه وكلام كثير انا بحييك يا هشام وليه زمن انتهى التحيه لك يا محتصم ونقول كل سنه وانتم طيبين طيب. دي الحلقه الاخر يعني الاخير يعني حنتلاقى يعني مشاهدين نعم في 2019 باذن الله سبحانه وتعالى سنه كانت مرت بكافه تفاصيلها نعم. نتمنى 2020 تكون اجمل تكون اخضر بشكل فيه تفاؤل لاهل السودان لكل السودانيين نعم. لكل الامه العربيه لكل الامه الاسلاميه لجميع الانسانيه ان شاء الله نتفائل ونمشي لسنه 2020 بمزيد من النجاحات لانديتنا الرياضيه لمنتخباتنا لجيل السودانيين والسودانيات بانهم يحققوا امانيهم واحلامهم ويحققوا صيغه توافق وتراضي لجميع اهل السودان. انا بحييك كل سنه طيب وانت طيب تصبح. الله يسلمك وبحيي كل المشاهدين اللي تابعونا ودائما انا في نهايه كل حلقه بقول لكم كل سنه وانتم طيبين ولكم دائما احلى تحيه.